أهلا بكم. تظل النجف الأشرف برمزيتها الدينية وقدسيتها العالية نبراسا للسلام والتسامح وملاذا روحيا آمنا للملايين من المؤمنين من داخل العراق وخارجه. تحتضن هذه المدينة مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتعد مركزا للعلم والمعرفة وموطنا لرموز دينية طالما حملت راية الوحدة والإرشاد. وفي مشهد يمس هذه الرمزية العظيمة، تعرض منزل إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي لاعتداء صاروخي إرهابي أثار جدلا واسعا حول الدوافع والجهات المحتملة وراء هذا الهجوم. إن المحافظة بما تمثله من قدسية ومرجعية يجعل من أي اعتداء عليها خطوة خطيرة تستوجب وقفة جادة ومحاسبة. وبينما تترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات التحقيقات، يبقى السؤال: هل يراد من هذا الهجوم خلخلة في أمن المحافظة، أم هو استهداف مباشر للرموز الدينية وركائز الاستقرار؟ أهلا بكم.